أخبار اليوم. بقول الحمد لله على سلامة مهرجان القاهرة السينمائي بعد سنتين على التوقف. بقول مبروك للأستاذ سمير فريد والفنانة يسرى كرئيس لجنة التحكيم، شرف كبير لينا. سعيدة وفخورة بتكريم الفنانة نادية لطفي والراحلة مريم فخر الدين. سعيدة بال 155 فيلم موجودين، سعيدة بأنه المهرجان رجع تاني، أنه بنقول رسالة للعالم أن احنا بخير ومصر بخير وفي أمن وفي سلام والسياحة تمام والضيوف الأجانب والوفود الأجنبية موجودة وإحنا كلنا موجودين وبنحتفل. لو حضري بالجديد في الفترة اللي جاية يا بشرى إيه؟ ان شاء الله الالبوم الغنائي انا منتظر عشان ينزل على اول السنه، لانه يعني تعطل 3 سنين نتيجه الاحداث. كمان بحضر المسلسلات ان شاء الله، بختار ما بين المسلسلات المعروضه عليا عشان رمضان القادم، والسينما مستنيه الموضوع اللي يستهويني ويشدني قوي عشان اعمله، لان العرض عليا مش مستهويني قوي بصراحه. هتكوني حريصه على حضور الندوات وحضور كل الافلام قدر المستطاع عشان في التزامات وفي مسؤوليات وفي استوديو، فان شاء الله قد ما اقدر هكون موجوده. نعم بشكرك وميرسي لك. ميرسي لك، شكرا.